سائل يقول: ما هي الديمقراطية وهل تخالف الشرع في شيء؟ طيب، الديمقراطية هي من زي ما بقولوا هي من مخرجات العلمانية. فالعلمانية زي ما عرفناها قبل إنها حركة اجتماعية، يعني كل ما يهم المجتمع في الحكم مثلا أو في السياسة أو في الأخلاق أو كذا وكذا، عندها بديل للأديان، هكذا عندهم هم. فالديمقراطية هي عندهم المرجع في الحكم، ويعرفونها بأنها حكم الشعب، أو بيقول لك هي حكم الشعب للشعب بالشعب. طبعا الديمقراطية ذات أقسام، ديمقراطية مثالية وديمقراطية غير مثالية وإلى آخر، مسائل كثيرة جدا. وهي مخالفة للإسلام من تعريفها، لأنه قالوا هي حكم الشعب بالشعب للشعب، وربنا سبحانه وتعالى قال: إن الحكم إلا لله. فهي تعارض القرآن. لو قالوا هي حكم الشعب بالقرآن معلش، لكن قالوا هي حكم الشعب بالشعب. بعد ذلك الديمقراطية بيعتبروها يعني هي بديل للإسلام، هي بديل للإسلام، وبعضهم يغبش على الناس ويقول هي الشورى، يقول لك الديمقراطية هي الشورى. عشان كده بعض مرات تلقى الشباب بيلعبوا مثلا أو عندهم جمعية في الجامعة دارين يختاروا موضوع معين، يقول لك يا زول الموضوع ده ديمقراطيين، نحن ديمقراطيين، ما عندنا اتجاه معين. هذه الكلمة خطأ، لأنه الديمقراطية فيها فرق في الشورى، فرق بين الشورى والديمقراطية، وهي فروق توافق العقل. من الفروق إن أخواننا في الإسلام لا شورى مع نص، يعني ما الحاكم ما بشاور الناس يقول لهم يا أخواننا كده الرجم ده نوقفه أو السرقة دي ما نقطع فيها وكده، لا، ما في شورى مع نص. أما الديمقراطية هي حكم الأغلبية سواء كان مع النص أو ضد النص، فهمت؟ المسألة الثانية، الشورى يا أخواننا يستشار فيها أهل الاختصاص، وأما الديمقراطية فيختار فيها من هب ودب. يعني الليلة لو دارت تختار الحاكم، أنت المفروض تشوف الناس اللي عندهم اختصاص بهذه الأمور، عرفتها؟ ده في الشورى. أما الديمقراطية بتجيب أي زول. مسألة زي ما قال ياسر عرمان مثلا قبل ما ينفصل فصل الجنوب، قال نحن دارين نعمل استفتاء في حد الزنا، داري يشوف هان رأيكم شنو إذا كان مثلا البلد ملانا شيوعيين كتار وكذا، طبعا التصويت بيكون لصالح ضد حد الزنا، ودي بتبقى سمحة معه، فهمت؟ أما إذا بقت غير كده لا يؤخذ بها. فدي كل أخواننا من الفروق، وهي فروق باطلة، ما ممكن تساوي إنسان تحصل العلم وتعب في ذلك وسهر بإنسان لم يجد ولم يحصل العلم، ما ممكن، ما ممكن الليلة تمشي مثلا تجيب لي مثلا على الأطباء مثلا في الجامعة دي، تجيب لهم واحد مهندس يقول لهم طبعا أنا بعرف أجيهكم كويس، يقول لك يا أخي ده ما مهندس وبروف في الهندسة وإلى آخر، لكن ده ما اختصاص، وإنما في الشورى يرجع إلى أهل الاختصاص من أهل العلم وأهل الشوكة.